السويد مدعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو، إشارة قوية من الحلف إلى أنها ستلحق قريبا بفنلندا وتكون الدولة 32 التي تنضم للحلف. أما النقاش فتركز بشكل رئيسي على كيفية دعم أوكرانيا ورسم سياسات تعزيز القدرات الدفاعية للناتو في مواجهة التحديات الخارجية. الرئيس بوتين لا يحضر للسلام بل للمزيد من المعارك، ودول الناتو مجمعة على التزامها بالحفاظ على دعمها لأوكرانيا وتعزيز هذا الدعم. يجب أن نقدم لها ما تحتاجه في ساحة المعركة لتحافظ على حريتها واستقلالها، وسيواصل الناتو دعم الدول الأخرى التي تواجه ضغوطا من روسيا كمولدافيا وجورجيا والبوسنة والهرسك. وتبرز على هامش الاجتماع قضايا شديدة الأهمية وتحديات أخرى بخلاف الحرب في أوكرانيا، أهمها موقف الصين على الساحة الدولية وكيفية التعامل معها وسط إصرار على ضرورة أن تؤدي الصين دورا أكثر فاعلية في مختلف الأزمات التي يواجهها العالم. نبحث في اجتماعنا مع أصدقائنا من منطقة المحيطين الهندي والهادي التحديات الأمنية المشتركة التي تواجهنا، وهنا يبرز دور الصين. الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتواصل بشكل بناء مع الصين لمواجهة التحديات الدولية، لكن الصين مطالبة بأن تؤدي دورا بناء على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. ويحضر الوزراء لاجتماع قمة الحلف الذي تستضيفه ليتوانيا في شهر يوليو المقبل، والذي ستكون من أهم القضايا المطروحة عليه زيادة الإنفاق العسكري لدول الحلف بحيث يصل إلى 2% من الناتج القومي. إذا كانت فنلندا هي عنوان اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، فإن السويد بالتأكيد هي عنوان اليوم الثاني. فبينما تتخلى الدولتان عن حياد استمر عقود، يعتزم الحلف الاستفادة من انضمامهما إليه على كل المستويات الممكنة، سياسيا وعسكريا وإعلاميا أيضا. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، بروكسل.